محمد كنج رئيس قسم التقديرات السطحية بمصلحة الأرصاد الجوي بينضم لنا ليخبرنا عن تفاصيل هذا الأسبوع من ناحية الأحوال الجوية، ويبدو اليوم يمكن منودع الشتاء، ما بعرف تفاصيل. معك أستاذ محمد، صباح الخير. صباح النور، يا هلا. كيفك استاذ محمد؟ الحمد لله. راحت لتجيب خبز، شفتها جارتها، قلت لها وين رايحه؟ قلت لها رايحه اجيب خبز. قلت لها وليش كل هالمكياج؟ قلت لها المكياج لانه امبارح رحت لاجيب خبز وقفوني بالصف مع رجال. يا ولا حرام، حرام. عن جد حرام. استاذ محمد، طقسنا للساعات المقبله. طقس مبلش غائم بالاجمال، دون تعديل يسكر بدرجات الحراره. اليوم بعد في عنا امطار، في جبهه بارده بعدها مكفيه علينا، خاصه بالمناطق الشماليه للبنان. الثلج اليوم على 1400 متر، حيكون في عنا شويه غزاره بالامطار بفتره من هلا من الظهر وطلوع. درجات حراره متدنيه تحت معدلاتها تقريبا على الساحل بحدود الثمان درجات، معدلاتها القصوى مفترض تكون بحدود ال 24 25 درجه بهالفتره من السنه. في عندنا هواء بحدود ال 55 كيلومتر بالساعه، خاصه كمان بالشمال. الكتله البارده بعدها مسيطره، حتبلش تتجه شرقا اعتبارا من بعد الظهر، يعني من الفتره المسائيه تبلش تروح صوب الشرق وتاثيرها بخف علينا. بكره من المفترض يتحسن الطقس، ببلش صافي الى قليل غيوم. درجات الحراره ما فيها اي تعديل يذكر بكره، حيكون كمان درجات حرارة باردة. هون إذا عم نشوف الكتلة الباردة باللون الأزرق تقريبا مسيطرة على نص لبنان، القسم الشمالي كله. وهيدي الكتلة ما بتفل قبل بكرة الصبح تقريبا أو اليوم الفترة المسائية، تأثيرها تضعف لبكرة. بكرة كمان عنا انخفاض بنسبة الرطوبة، الهواء بيقلو بشمالي، شمالي بارد حيكون. والأربعة قليل الغيوم بالإجمال، عنا سحب مرتفعة اعتبارا من بعد الظهر، وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية. الساحل ما في أي تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يعني يمكن عم تطلع درجة نهار الأربعاء، مفترض من نهار الخميس جمعة تبلش تتحرك على الساحل، في حين المناطق الجبلية لا، من نهار بكرة ممكن تتحرك طلوع شوي درجات الحرارة، بس منه هالشيء الحرزان. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم على الساحل بين ال 11 و 18 درجة، ببيروت هلا بحدود ال 14 درجة باردة، مفترض تكون بحدود ال 19 18. المناطق الجبلية اليوم من درجتين ل 11 درجة، والمناطق الداخلية من 5 درجات ل 12 درجة. الهواء مثل ما حكينا بيوصل بحده الأقصى بين ال 55 كيلومتر بالساعة بالشمال. اليوم في عندنا شوية هواء معدله بين ال 20 وال 45 كيلومتر بالساعة. وبالنسبة للرطوبة كمان عم بتكون بين ال 65 وال 90% اليوم. ساعة شروق الشمس الساعة 6 و13 دقيقة، الغروب الساعة 7 و6 دقائق. هون عم نشوف الأمطار بالفترة المسائية بتصير أكثر صوب المناطق الشمالية الداخلية، هيدي هي وعم تفل الكتلة صوب الشرق، عم بتتجه للداخل. هلا هي الكتلة الباردة صراحة مركزها وسط تركيا وتأثيرها عم بيكون كبير علينا. في عنا غيوم ركامية مغطية تقريبا السماء اللبنانية، خاصة من بيروت وطلوع يعني لصوب الشمال. نعم، هيدا كل شيء. شكرا لك استاذ محمد. موافقة هالغيوم طبعا، اشتقنا للطقس الحلو الربيعي. ايه عن جد، لانه صار وقته، يعني رح نصير بنص نيسان وبعدنا حاسين كأنه بكانون.